اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة جوهريات مغربية. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا بسبوسة بنسلي كراميل وباللبن. فتبعوا معايا المقادير وطريقة تحضير. واحد رشيشة ديال الملحة، غادي نزيد واحد جوج بيضات متوسطة الحجم بحرارة المطبخ. غادي نخلط هاد البيض غير واحد شي شوية، غادي نزيد عليه كاس ديال سنيدة، غادي نزيد باش نطربو مع داك البيض. ممكن ديروا هذا الشيء غير بيجيكم يعني بدون خلط كهربائي، باش هذيك البسبوسه كتجي لينا فيها هذيك الحرشيه ديال السميده. ومن بعد غادي نزيد كاس ديال الزيت تقريبا واحد 150 ميل. كيف ما قلت لكم اللي كنديروها في الخلاط كتجينا بحال الكيك. هنا غادي نزيد جوج كيسان ديال العنبه ديال اللبن. هنا غادي نزيد نخلط مزيان، صراحة كتجي جديدة وغزالة بزاف. اللي ما دارش البسبوسة باللبن يديرها، صراحة راه كتجي زوينة. وهنايا غادي نعبر معكم السميدة الرقيقة ديال الحلوة وغادي نغرب لها. هنا درت لك الكاس الاول ديال العنبة كما كتشوفوا، راه كنعبر هنا قدامكم. ومن بعد غادي نزيد الثاني، يعني في المجموع جوج كيسان كبار. هنا ديما كنغرب السميدة باش كتجي حبة حبة. ومن بعد غادي نزيد جوج خمارات ديال الحلوة، حتى هما غادي نغرب لهم باش هادوك التكتلات اللي كيكونوا فيهم ما يبقاوش. وغادي نزيد واحد الكيس ديال الفانيلا. من بعد غادي نخلط هاد المكونات باش تنسجم مع بعض. هنا كنحاول نسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل، داكشي علاش. هنا غنحاول انني نمزج هادوك المكونات مزيان. ومن بعد غنجيب الماء اللي دهنتو بالزبده ورشيتو بشويه ديال السميده، وغادي نخوي هذاك الخليط كامل. وغادي نحاول هذاك الماء انني نقادو مزيان كما غتشوفوا. ومن بعد غادي ندخلو للفران، وانا ديما كنشعل غير النار من الاسفل بالنسبه للبسبوسه باش نشوف هذيك الحمريه ملي كطلع على الفوق ديال الكيك. وهذه هي البسبوسه بعد ما طابت. هنا راه باقا سخونه وشاده فراسها. هنا غادي نضيف واحد الكميه ديال نسلي كراميل، تقريبا واحد 5 المعالق كبار ديال نسلي كراميل، كيعطيها واحد المذاق اللي زوين وحلو. ما كانش متوفر عندكم، ثم غادي ديروا الليمون وغادي تزيدوه واحد 3 معالق ديال العسل، وغادي تحركوه مزيان وخويوه في الفوق ديال البسبوسه. غير انا درتها بنسلي كراميل حيت كيعطي واحد المذاق اللي متميز. ملي كناكلو هذيك البسبوسه كنحسو بان فعلا راه فيها واحد الطعم ماشي بحال اي طعم اللي كيكون في البسبوسات الاخرين. هنا راه دغيا تشربات. وهنا غادي ندير واحد شويه ديال الكوك، هو اللي متوفر عندي. متوفر عندكم نتوما اللوز، غادي ديروا اللوز اولا اي حاجه يعني تزيين، ديما تيبقى اختياري. يعني كيف ما قلت لكم انا عندي الكوك صافي، هو اللي جبت من الثلاجه ودرته فوق البسبوسه. هنا غادي نقطعها وهي باقا سخونه، راه ما كتقطع ولا شي الا شفتوا عفوا الا رديتوا البال للموس، يعني دغيا غادي يقطع يعني بلا تفرتيت بلا حتى شي حاجه. نتوما بغيتو تقطعوها مربعات صغيره نقطعوها، بغيتو تقطعوها على شكل مثلث قطعوها كما كتشوفوا هنايا. وكما واضح في الفيديو شتي هذوك الحبات كتجي حبه حبه حدا اختها، ماشي بحال لا درناها في الخلاط. ملي كنديروها في الخلاط صراحه كتجيني بحال الكيك. الاحسن نديروها هكذايا غير في اناء ونطربوها بالخلاط اليدوي الاحسن، ولكم الاختيار. كما كتشوفوا هنايا حاولت نصور لكم الشكل، وغادي نقطع معكم واحد طريف صغار صغيور من راه دفعت المول حيت باقي سخون باش تشوفوا. شفتوا هنايا راه مفشفشه وفي نفس الوقت كيبانوا لكم هذوك الحبيبات. نتمنى اليوم الفيديو ديال اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم.